يا اوف 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 شمحوطة دميرة يا ولد. يا انا اشهد انك كنافة، اجيبك ارض ارض. يا شطول سامي 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 سامو سامو تا تاتي تفتي في تا. ايش قاعد تسوي؟ قال لهن لهن لهن، طيرته من مخي لهن لهن يديد. زين زين، وانا بعد قاعد اكتب رسالة غرام. سامو عطني 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 انا اكتب لك. روح زين، انا شاعر البر والبحر والجو، استعين فيك روح. سامو بهاتشيك جرب من خسران. والله فكرة، تدري شلون؟ هاك اقرا اقرا اقرا. هبة الدري ستغادر الكويت. مو هذا؟ ها أسعار الفنانين. شكو أسعار الفنانين؟ ها الإعلان، الإعلان هذا، الإعلان هذا. شوف عمري 18 سنة، طولي 168، وزني 54 كيلو، شقرة، عيوني زرق، الناس يقولون عني هلوة، جامعية وهيدة بالدنيا، بنت عائلة مرموقة، ما أملك إلا عمارة من 4 طوابق. تكفى يا سامي، أبيك تساعدني. سامو سامو، هذا هب هب من طرف واحد. روح، إيش دراك عن الحب؟ الحب عذاب الشباب، الحب من الحياة، ما دامت الحياة ومن الله. وحين خلصني خلصني، قول لي ايش تبيني اساعدك فيه، ايش تبيني اساعدك فيه، يمنتني. ابيك تساعدني ببعض الجمل الموسيقيه، الجمل المرهفه الحساسه اللي تدغدغ القلب وتجرح الفؤاد، ابيك تجيبها كتاب. اسامه اسامه، قلت لك خلاص خلاص، بساعدك بساعدك. يعني ما خليتي بنيه الا وحطيتي فيها عدروب، عرفتي ايش اقول لك؟ انا بعرف منين نجيب هالموجود. الله يهداك يا سلمان، مو لازم يتزوجون من معارفك. هالاسماء المطروحه حق عوير وزوير والمنكسر واللي ما في خير. ها اسمع، نور عبد الجبار، شهناز زغلوم، شربت عباس، نعنع اسحاق، شنو هذا؟ انزين عندك البديل؟ انا اقول نخلي لهم حريه الاختيار. يا أسيل شو هالحكي يا أسيل، هذا يبقى مو منطق. ليش ليش يا سمسم ليش؟ يا أسرتي يا بعد عمري، لازم يأخذون منا المثل اللي يقول حلاة الثوب رقايته منا وفيه أوف يا مال. الله الله عليك وانت تغرد. الله بس أنا أقول يا سلمان، هذه زواج مو ثوب علشان نرقع فيه. تدين شلون يبا؟ ايه كلام يوصج ويتعداك. ها هذا الموضوع شيلي ايدك منه، هذول اخواني وانا ابخص فيهم، انا بعلمهم اجلا ام عاجلا راح ازوجهم، وكل واحد ريوله فوق راسه، بعلمهم شلون رافضين مبدا الزواج من ارجع. سامي ركز، اهتم بالرساله وبس. اوف تراك يننتني يننتني، طلعت روحي من الساعة. وانا اقول لك اللي ينكتب حق بنت ال20 غير اللي ينكتب حق بنت ال30، واللي ينكتب حق بنت ال40 غير اللي ينكتب حق بنت ال50. ايش تبي ايش تبي؟ اي نوع من الرسائل اكتب لك؟ اي نوع يبا اكتب اكتب شيء يصلح السن 18 28 38، تكون واحدة شنحوطة يعني. اكتب ها؟ يلا نبتدي. ابدا من وين ما تبي. كم طولك؟ ما يبي ما يبي، طولي معروف معروف، 220، بس احنا نقول 205، الشب خيبة. شو سامو طولك انت 205؟ شنو مو عاجبك انا وجهك؟ هين الحين اراويك. روح انسدح. ايش بتسوي الرقوة؟ انسدح بقيسك انسدح. إيه؟ الحين اطلع كتفك. بس قزين قزين. 47 سنتي. شنو؟ ما تعرف تقيس انت وجهك؟ حطه على الراس، منبت الشعر منبت الشعر. يلا امسك امسك. بشر كم؟ نفس الشيء، ما زاد الا 5 سنتي. اقلب وجهك زين. دو 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 دو.
ايش قلتوا؟ ما نقدر نقول شيء. القول قولك يا سلمان والراي رايك. انتوا اخوان اثنين. عندي لكم خوات. زين؟ واي خوات؟ رنا وهنا. زين؟ حسابهم يتغير، عرفت ايش اقول لكم؟ كل دقيقه. بس مو معقوله تضغط علينا احنا. خلاص يا ايبا خلاص خلاص. انا بترك لكم الاختيار، بس اهم شيء عرفت ايش اقول لكم؟ تحسنون الاختيار. انت ثق فينا بس. اتمنى ذلك. بعد بخاطرك شيء؟ خلاص يعني؟ عطنا مهله نفكر يعني؟ وش حقه؟ وش هو المهله؟ شو له؟ ايش حقك؟ سلمان هذا زواج مو هلع بروي. زين اسبوع يكفي؟ لا يبا انت الصراحه فاجاتنا يا سلمان، وبعدين يا جماعه ما يصير. بس تاني شلون؟ خوش مفاجاه. البني ادم ماله الا يكمل نص دينه. ها ايش رايك يا سامي؟ انا بزوجك بنت ولا كل البنات وانا خالتك. قضه بضه ليلس البرقوث على خده قضه. يخلق من الشبه 40، أنا وانتي من نفس الطينة، بس عيونك عدسات، أنا عيوني طبيعية. بس آخ هلا هلا. ها ايش فيك عسى ماشر؟ وين كنت؟ في المستشفى؟ لا مجمع تجاري. الله اندعمت وانت تعبر؟ تقدر تقول كذي. شلون؟ قلت قبل لا تنتهي مالت سلمان أروح أدور لي بنت الهلال، ولقيت وانت فتار. خل عندك نظر يعني. المهم صار وياك. أعجبك وصلتني هالرسالة. خلي قفا أشوف. بصراحة البنت مثقفة. هيل ولا زعفران؟ ايش دراك عندك كاشف؟ يا كرهي مبين من الرسالة ما قدرت أقرأ ولا كلمة صح. منك يا أبو دماغ، ايش عرفك بالحب؟ من الحب وسيرة الحب وضم الحب ودماغ الحب يا كرهي. هاتشيكم يا جماعة، بصراحة أنا قريت الرسالة، لكن الرسالة عمري ما قريت مثلها. عجيبة غريبة. عدل كلام أخوي بدماغ، لأن الصورة بحد ذاتها يا جماعة شمحوطة كيكة ماكو مثلها لا بالشرق ولا بالغرب. صراحة حلوة. المهم ما علينا، البنت حاطة عنوانها بالرسالة، تبيني أجي. بس راي استشيركم يا الربع، ايش رايكم؟ ترى ما فيني صبر كلش. انت تعال بحاجيك، انت ينيت تروح لها؟ انت تري انا ايش كاتب عنك بالرسالة؟ كاتب عنك وسيم وجميل وطويل وعريض، الرهت وشافتك بتعطيك هد الدوسة وبتسكبك. والراي؟ الراي خلها هي تي وتتدبس يعني. عدل كلامك يا ابو دماغ، اكتب رسالة ثانية خل ايه تجي. بس يا جماعة لازم اخوكم يطلع عنده ذوق على الاقل، ادز لها على الاقل حق التذكرة. عدل قطيها يا جماعة اللي يطلع منكم. يلا يا جماعة يلا 20. حلو ومني انا 20. ايه هذه الشباب الشقردية. اي والله. سلمان على فكرة نسيت لأقول لك، العروس بتوصل باكر. توصل؟ تخريبيس سامو؟ يكون سويتها وتزوجتها عبر الانترنت؟ لا يا ابن الحلال على الانترنت، هذه أنا مطيحها. بنت عائلة مرموقة يا جماعة، ما عندها إلا عمارة من أربع طوابق، شمحوطة يا سلمان. كفو ونعمل اختيار يا الدردبيس، كفو. أنا أقول سامو ذيب ما يغيب إلا يجيب. ما تعلم اخوك القوطي هذا. ومتى بتوصل بالضبط؟ باكر بعد صلاه الجمعه. زين تعال
تعال يا أمي قول لي شلون ومتى. يلا عاد قوم تعال. زين زين. تعال تعال يا نظر عين يا ولد اختي. وانت يا أبو صماخ ليش ما تحذي حذوة ها؟ سلمان أنا قاعد أنطر النصيب. المهلة ما باقي عليها شيء. سلمان بهاتشيك ليش ليش السرعة ليش؟ سموي أنت ليش تحوس وتلوص؟ عرفت شو أقول لك؟ أنا اللي بدخلك القفص الذهبي ومعرفتي. ليش ليش هالوقفة كلها ليش؟ أنت متأكد إن راحتي اليوم؟ يا أبو دماغ أنا قاري بالرسالة إن هاليوم بتوصل يا جماعة. إيش فيك أنت؟ حل الله توصل وما تطلع دقة. عاد أنا مذهب لك خوش مفاجأة. بعد عمري أعرفك تعجبني من القصة واضح إنك شقردي. فرقة موسيقية على كيف كيفك. الله الله بالنقازي والسامري عاد. بهاتشيك على الله بس تليق بمستوى العروس. لا شيء أكيد. وتلك مني يا أسامو بس تهطري لها في المطار بذبح لها خروف. بعد عمري بعد عمري يا أبو دماغ. امسك امسك امسك. أسيل. نعم. شو الأقل؟ ما شاء الله كنت البخات كنت انت المعرس. دو 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 دو. هذا العروس بل قبوا وتركوني بروحي. وين الفزعة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أرتك أسامة دبي. أسامة شاعر البر والبحر والجو واللي مو عاجبه ينتف حواجبه. مبروك يا ولدي. أنا أبو ليلى هذه ليلى وهذه أمها. يلا خلنا نتمم عملة الزواج وخير البر عاجل. هذه ليلى وين اللي مطرشة برسالة شمحوطة وكيكة والعيون كحلية بنت عائلة مربوقة ما يصير لك أحد بالدنيا جايبة أبوك وأمك وياك. أبوك هذا كنا سد مارب. يعني انت وين طولك وعنيك الزرع؟ نعم؟ اي بس اقول لا بارك الله فيك يا ابو دماغ قص علي عندك طال عمرك دقايق وراجع لك ما يبي لك قب يا ولد. تعال 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 سامة تعال. وين المعرس؟ معرس وينه؟ هذا بيته. اي والله اي والله بيته نفس الباب هذا بيته. يا جماعه يا اهل البيت وين الفزعه؟ لحقوا علي مصيبه كارثه. لا لبوا داري حشا يموت الواحد وما يحسون فيه. وينكم يا جماعة؟ شفيك عسى الله وين العرس خشوف؟ أي عرس؟ أي عرس دي عرس كنت عطالة تعليج. شفيك؟ عطيني ماي عطيني ماي بس رقيقة رقيقة المطربة. عطيني أي شيء بارد. يا حلو ماي يا حلو الحياة. شفيك عسى ما شاء صاير؟ الصاير لعن بدارة جايج قاب من المطار لين واصل هني. وين العروس؟ اي عروس لا تجيبين طاري العروس. انا نسيت لاخذ ربطة جت او ربطة تبن احسن احط لهم بالمطار. اطلعت شنها بقرة والامها اللي شنها عربان ام حصان. انا لو ما قبيت لو ما قبيت جيتك منطلق ابوها اللي شنا سد مقلب. زين اللي مالتني طراق كان سادحني بالعناية المركزة مدى الحياة حاطين لي درب واتكلم بس. وحي شلون ما راح تتزوج؟ لا 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 تعقدت من شيء اسمه زواج. انا بضرب عن شيء اسمه زواج. انا لازم اعيش حر طليق عزوبي.
واللي تجيب لك عروسة. عروسة؟ لا يكون مثل اللي... لا على ضمانتي. خاف تطلع كارثة مثل اللي بالبا. أفا عليك بيب لك عروس طول جمال بي قمر الشعر أشقر تحوفك وتشيل بيت على راسها بعد. إيه بالنوعية هذه حتى بعد أبيها تتحول بيجر كاشف رقم هزاز. أفا عليك موجودة. وين هي؟ عطيني صورتها على الأقل كحل عيني. خلاص أنا راح أحدد لك موعد وتشوفها. خلاص أسامة شاعر البر والبحر والجو واللي مو عاجبه ينتف حواجبه يقول تم. حي الله منيان. الله يحييك الله يحييك اختي ريم. ريم ريم احنا بصراحه جاي نخطب الآن سريم حق ولدنا الجعدة أسامة. زين وشني مؤهلاته؟ وي مؤهلاته خوش ولد ويعجبك وشاعر، وإذا تبون مهلة مستعدين نعطيكم بعد. لا أخوي ما نبي مهلة. خلاص ما في مشكلة، خير بريو عاجلة. ريم ما تبي مهلة. ما تبي مهلة. على بركة الله. على بركة الله. مبروك مبروك. ها كل عام وانت بخير. شنو معيدين انتم؟ لا يبا شنو معيدين، انا قصدي الروب. هذا روب تسمي هذا كنا روب عماد حمدي. والنعم بعماد حمدي مشجر روب حلو. ايه يبا العروس لقينا لك عروس كامل مكمل كامل مواصفات، كل مواصفات اللي تبيها موجوده فيها. لا والله داشه قويه بعد عروس وما ادري شنو. حبيبتي انا خلاص أسامة شاعر البر والبحر والجو واللي مو عاجبه ينتف حواجبه، مو أي واحدة أقبل فيها، لازم أشوفها. يبا يكفي إن أنا شفتها. نعم أنا اللي بعرس ولا أنتِ؟ أنتِ شكو. حبيبتي أنا لازم أشوفها، أنا شنو؟ بشتري سمك بالبحر أنا، لازم أطق لها تبة بالبحر وأشوفها بعد. يبا مو أنا عيونك المركب، يكفي إن أنا شفتها. يا حبيبتي كلام فاضي هذا. هذه بنت لازم اعرفها وتعرفني احبها وتحبني مو من اول نظره هالشكل. ايش على بالك انت؟ يبا البنيه يتيمه ما لها لا ام ولا ابو، بس لها اخو واحد. لا والله نفس اللي بالمطار، مالي احد ومقطوعه من شجره وما ادري شنو، ويوم طلعت جاره وراها قافله الملك النعمان. لا حبيبتي هذه مو مال زواج، هذه مال تروح وزاره الشؤون يمشون لها اعاله. انا شكو. شنو تشكو؟ مو انت المعرس؟ انا ما علي منكم، انا لازم اتاكد واشوفها بعيوني. اكيد انت وبدماغ ما قصرت، اكيد العروس شمحوطه. فالك ذوقي. هلا حجيه مشكوره. المهم اقدم لك نعم وانا استاذر. اوكي وين بتروحين؟ لا تخليني بروحي ما حد تنكر. عندها شغل. هاي لا تلبسيني. ايش فيك؟ تعالي قد يمك. يبا وخري في لبس بالموضوع. ايش تبين مني انت؟ اقول الحين انت وياي عشان تتزوجني؟ انا اتزوجك؟ انت من طلعش من جاخوري هاي بطايحه ترفس بالعالم؟ انا ايش هاد جاي؟ ما احلى شان تشوفني؟ اشوف جهنم ولا اشوفك؟ نعم شايف لي هاله؟ حسبالك دخول الحمام مثل خروجه؟ يا يبا تكرم الهوالة عندك، انت من صك على براطمك الباب، من مطفي سقاير في وجهك؟ بس انا هنيك اخذني اقصد. اقصد؟ حسبي على الشركه اللي بتقصدك، انت يبيلك واحد يكيشك.